تاخد فلوس من محفظة صاحبك؟ سرقة. تاخد معلومة من ورقة إجابة صاحبك؟ سرقة، مش غش. أنا هختار ما غشش في الامتحان، المعلومة اللي باخدها دي مش من حق، أنا كده بشجع غيري يسرق حتى لو أنا راضي. أنا هختار ما غشش في الامتحان، المعلومة اللي باخدها دي مش من حقي وكأني بسرق بالظبط. أنا هختار إني ما غشش في الامتحان، المعلومة اللي باخدها دي مش من حقي بالظبط، أكني بسرق.